بسم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبيباتي السلام عليكم، نتمنى تكونوا بالف خير وبصحه وعافيه رب. حبيباتي انا اثلاث والله ما هي عندي، ولا عطيتها لكراك لهين قعدة ونطان، ما عندي باش نشري السيجاريت. شوف انا بغيت نقول لهم كريم، وانا مالي بغيت نمشي للحمام وبغيت ملحفه وبغيت نعالو ومعايا خاص نضي فطار وخاص المدرسه تخلص وخاص هذا، وديك الساعه كريم غادي تحل فما قدوك، وانا ما عندي وانا اللي هي نمشي بها. دابا صافي تقدات مشات لزت الشاري وقالت الكبده، وفي نهار واحد هاد الشيء راه ما نقارنوش انفسنا بالبرلمانيين اللي شاد البلديه، اللي شاد الجهات، اللي شاد في الوزارات، اللي سمسار في هذاك الشيء ديال المحاكم، في سميتو راه داك الشيء فيه النهب. ما يمكنش راه داك الراتب ديالهم ما كيخرجوا، راه عندك تمشي تقارني مرتو ومرت هذا، عندك شي وحده في العائله لاباس عليها تمشي تقارنها. لا، انت مشي لحافك على قد رجليك، غتحمدي الله وغترتاحي انت وارتاح وليداتك وغتكون. نمشوا هنا يا حبيباتي، نمشوا هنا حبيباتي للفلوس. عرفنا شحال خاصنا نحيدو ونصرفو، شدينا هذا الراتب. هذا الراتب هو هذا الراتب، يا راتبك راتب كل واحد، هذا هو المجموع. ما غاديش نقول لك باش كل واحد يتخيلوا الراتب ديالو. جيت تخلصت، هذا هو الراتب ديالي في بسطامي، الساك ديالي في جيبي، تخيلوا فين ما كتحطوا نتوما الراتب ديالكم، هذا هو. اول حاجه درت جيت للدار، جا الزوج مثلا، انا غادي نتخيل راسي ابو كريم، يا ام كريم انا تخلصت، عالي تشوفي هون جبت الفلوس، جبت الفضه، جبت الراتب، جبت الشهريه، جبت الخلاص، جبت الصالير. كل واحد غادي يقولها باللهجه ديالو. ياه لا تجي ام كريم، او يلا يلا نمشيو للسوق، يا الله ويجي ابو كريم ويسوق السياره وتركب حداها ام كريم ويمشيو للسوق بجوج. تمشي ام كريم تدحي الشاريو، والله هز القفه ديالها ولا القفه ولا الساك ولا اللي بغات تقدى فيه، هز من هنا، حط من هنا، زيد من هنا، اجي من هنا، نحطو هادي، نجيبو هذا، زيد تقدات ام كريم. يلا ابو كريم خلص، هادي كدير الحساب ديالها، غتقول لك عندك 1500 درهم مثلا، غادي نقولو هادي هي 1500 درهم، ها هي مشات ياك. غادي يخرج ابو كريم غادي يقول لها انا لهين نمشي ندير البنزين. مشى ابو كريم قال انا يلا تخلص يلا ندير البلان، دار البلان ب 500 درهم، ها هي مشات. راه ما داروا تخطيط ما داروا والو، هنا راه ابو كريم وام كريم مشاو خرجوا للسوق، دازوا قالت له شوف واش يلا شوف انا كاع ماني انا يلا تقضيت معاك وانا تعبانه اليوم، شري لنا العشاء. اش بغيتي لي يقول لها ابو كريم؟ اشنو بغيتي يا عمري؟ لي تقول قبض لنا بيتزا الحسن وقبض بيتزا العالي وبيتزا السعاد من اولادهم نسيتهم هذا الكل، وكريم بيتزا الكريم، وقبض لي انا بانيني اثنين، وانت اش بغيت؟ لي يقول انا والله اللي بغى انا كاع راف باغي الدجاج، راف عليه الدجاج شي سعد. لي يقول لها خلي عندنا بيتزا وخلي عندنا هذا كان، يلا نمشيو نقبضوا شي من الهبره ديال البل، ونقبضوا الكبده ونقول القزار يقطعها، ونمشيو نعدلو بروشيت ونجيب مناضه ونجيب فواكه ونجي. تقول ما هي كافيتنا، لا قبضنا معاها معاك سلطات وقبضنا معاها شويه الفريت، ولا يمشي عند مول الدجاج اعطيني 20 درهم عندك من الفريت وجدها لي، ولا يمشي عند مطعم مثلا مطعم ياسين في قليمي حق الله وجد لي 100 درهم سلطات، خلطي تشكيله من السلطات، يمشي عند القزار قطع لي كيلو من الكبده ونص من الهبره ونص من القلب وكثر الذروه وقطعو حق الله زين، ولا يمشي عند مول الديسير ويقبض شي 200 درهم ديال الفواكه. ها هي غادي يخلص الفواكه 200 درهم ما بين الفريت، ما عنديش صرف ديال 50 درهم ما بين الفريت والسلطه، ها هي واللحم، الكبده غاليه والهبره غاليه عندنا، راه كدير 120 درهم الكيلو. وها هو مشى، شوفوا الراتب شحال بقى فيه، هذاك الشيء راه في نهار واحد ساعة واحدة، لأن ما كاين تخطيط. الماشي للدار، يا بو كريم رانا نسيت ما قبضت من المشروبات، اش بغيتي يا عمري؟
قبض لنا واحد كولا، وقبض لنا واحد فانتا، وقبض لنا واحد والمس. والله والله يا عمري هاكي هاكي 50 هاكي 100 درهم سيري قضيها وجيبي لي معاك باكيت سيجاريت. ولا يتقضم كريم إله إله، عطيني باكيت سيجاريت وعطيني واحد كولا كبيرة وعطيني واحد فانتا كبيرة وعطيني واحد والمس. ولا يتصرف، هيا 100 درهم صرف ديالها مشى لحته أم كريم في صاكها. شاف مشى أبو كريم للدار، قعد شوي تلفن عليه صاحبه، تعش كان مزيان، تغدى مزيان، الكبدة والقلب وش السلطات والدراري وكالو. قالوا الدراري بابا بابا بغينا كلاص، بغينا كلاص، الحانوت حدانا كيبيع لي كلاص. تقول له عطيهم يجيبوا مالي شي من دانون. نزرق جايتني صحباتي عشيه الحليب، وعطيهم قبضوا سير يجيبوا ميفان من الحانوت ويجيبوا الخبز والزبده والكونفيتور. يقولها مالي قبيل قضيتي في الصوص؟ تقول والله نسيت ما جبت دانون والحليب والزبده، نسيت ما جبتهم. ها 100 درهم عشرة النهار الاول، هاكو هاكو 100 درهم سيرو جيبو قبضولكم حلوة حلوة انتوما، جيبو لامكم داك اللي بغات. مشات 100 درهم، خرج بو كريم مشى للسوق دا معاه البسطار. مشات ام كريم جاوها صحاباتها، زرقت لهم تيات لهم، حطت لهم داكشي المقدية راهي حطتها في الكوزينة، الحمرة والشاط، السلطة راهي فوق البوطاجي محطوطة. تغد دارو كسكروت صحاباتها عندها ومرضو مشاو. ابو كريم مشى للقهوة قعد حط باكيت سيجاريت، كما معاه حماد وسيد احمد وعالي، وبغى يجي راه سيجاريت ماهم كاينين كملوا، لان كماو العيل كامل، الرجاله كامل كماو معاه الكارو ديالو وخلص عليه من القهوه. بحرم تخلص ابو كريم تخلص، ومشى قبض بغى يرجع للدار، جاب باكيت سيجاريت جديده وجا جاي ورفد التعبئه، ارسلها لختو شاز 100 درهم 50 درهم ديال التعبئه، فلوس الكارو 50 درهم وجا للدار. اش عدلتي العشاء؟ والله ما عدلت شي، عندنا الزريق شايط وعندنا الحلويات وخالق اللحم وخالق السلطه. يقلعبوه ما بغينا، عدلنا مار، درينا لا مار واللبن، الرز مار هو الرز، درينا الرز. راه كنعطيكم نموذج من نماذج الاسر سواء في الجنوب او في الشمال او في الغرب او في الشرق او في وسط المغرب، غير هادو غادي يتقداوها في الشكل، وهادو غادي يتقداو في اللهجه كتختلف. الرز شريتيه اليوم؟ شريتيه مار؟ شريته، جبتو من الصيف من السوق معايا. مش خاصك، خاصني اللبن. حاني نشوف الصرف، ما عندك انت شي من الصرف؟ بدا ما عندي الصرف. حاني نشوف انا كان عندي صرف، ما عندي. هاك هاك 100 درهم صرفها، جيب كم بغيتي من اللبن، ليتر ونص. مشات 100 درهم جاب ليتر ونص، رد له الصرف، هذاك الصرف رجعوه هنايا ياك. مع الصباح الفطور، بغينا الفطور الخبز، هز الصرف، راه هذيك 100 درهم هز الصرف مشى جا الخبز. فطروا فطر بو كريم مشى جالس الخدمة. أم كريم ألو يا بو كريم، أهلا يا عمري، راني نسيت ما عطيتك فاتورة الماء والكهرباء والتليفون والإنترنت، خلصهم معاك؟ والله والله يا عمري ظني نخلصهم. لا يجي ابو كريم لا يخلص، الضو كيبقى شاعل عند ام كريم. الماء كالحد الشارع لهي، والدار ما هي نقيه، ما هي نظيفه بها، لا كب وسيق بدون برنامج. خلص الماء والضو، جاء ابو كريم للدار يتغدى. دارت بعد ام كريم الغدا وعجنت اليوم، برافو عجنت، دارت الغداء، شاط لها الخبز، مشات عند الدروج لقات واحد الخنشة مليانة من الخبز، دارت فيها الخبز وحطو هما اللي برا، قالت حطو اللي بغا حد يرفدو والله نبيعو. بغيت نسولكم البنات بين قوسين، دابا نتوما فاش كتجمعوا واحد الكرطونة أو واحد الخنشة ديال الخبز، منين كتجو تشوفوها ما كتفكروا؟ واش ما كضربكم الفكرة علاش شيطنا هاد الخبز؟ خنشة ديال الطحين شريتها بكذا، الخميرة يدي تعذبت عليها الفران، يبستها وحطيتها، أكيد ما غاديش تبيعيه بالثمن باش شريتي الدقيق، حتى لو كنتي تبيعيه، أكيد ما غاديش يجيب لك نفس الثمن، علاش كتعذبي؟ واش فهمش عقلك؟ واش ما كاين واحد العقل غير يقعد يفكر علاش أنا كنشيط قد هكا الخبز؟ علاش أنا كنعجن ونطيب ونخرج، ونعجن ونطيب ونخرج، ونعجن ونطيب؟
بحال الا كتخرجي سخون بعدا صدقيه غير لك الاجر. اما هنا حتى الا صدقتي يابس راه ديباريس ديباراسيتي منه، يعني كلكا ديباراسك منه داه عليك، راه ماشي صدقه. صدقه هي لانه هو نعمه من نعيم الله. هزيتي الدقيق بدون وعي، هزيتي الماء بدون وعي، درتي الخميره بدون وعي، عجنتي ما كنتيش كتفكري، كتفكري في شي حاجه اخرى. قرصتيه طيبتيه خرجتيه كلتي منه لوح طيب عجن لوح. مادام انا غادي نلوحو نلوحو نقصرو باقي سخون ونخرج نصدقو، وانا اصلا فاصله فيه. كتجي واحد الوقت ما كنلقى الخبز في الدار، كنكون مريضه ما كنلقى طريف ديال الخبز، علاش ما نقسم هذيك الخبزه ونلفلفها ونديرها في الكونجيلاتور؟ علاش كتخليها تيبس؟ ما عندك المجمد، ما كتبغيش الخبز ديال المجمد، ما تعجنيش، عجني القياس التوكلي. انا ما عرفتش العقل ديال هاد السيدات فين مشى. غادي نسد هاد القوسين غادي نرجع. جاء ابو كريم لقى ام كريم عجنات شي تغدى وشاط الخبز لاحتو كلشي، قالت له شوف راه جات مولات الويد نقر، جات مولات الكرب نقر، مولات الدار هي كمتسال شهرين يا عمري، ما خلصناها الشهر الفات وهذا الشهر حق الله والله والله كم 20000 في الشهر الفات و 20000 ديال الشهر، 1000 درهم 1000 درهم 2000 درهم حاليا نشوف كان نزلت عندي. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة اثنين ثلاثة والله ما هي عندي، ولي عطيتها الكراك اللي نقعد اونبان ما عندي باش نشري سيجاريت. شوف انا بغيت نقول لهم كريم، وانا مالي بغيت نمشي للحمام وبغيت ملحفه وبغيت نعالو والمعايل خاصهم دفتر وخاص المدرسه تخلص وخاص هذا، وديك الساعه ام كريم غادي تحلفوا ما قدوك، وانا ما عندي وانا اللي هي نمشي بها. دابا صافي تقدات مشات لزت الشاري وقالت الكبده، وفي نهار واحد هذا الشيء راه اليوم الثاني في الراتب يخلص الكراب يزيد شهر على شهرين، اش غادي يدير؟ ها هو عطاها الشهر ليه تجي مسكينه مولا الدار تقول لي ودي انا كنتسالى هذوك، بغيت هذوك الفلوس راني حتى انا كنتسناهم، انا بنيت هذيك الدار بغيت ترد لي كرايه راه حشومه ديروا. يقول والله انت جود انا ما بقى عندي شي، بقى عندي لا شو ان شاء الله الشهر الشهر الجاي نعطيك. بقات عند ابو كريم 600 درهم خاصو باكيه ديال الكارو النهار، عنده 4 الباكي 8 10 12 باكيه 12 يوم ديال الكارو بلا قهوه بلا بنزين بلا ام كريم هي والسياح ديالها بلا كريم وخوتو اللي بغا بغينا دانون بغينا كلاص بغينا. المعلم قال لي جيبي دفتر، المعلم قال لي خاص تخلصي، المدير قال لنا خلصوا مشراتي. هنا حبيباتي الا لاحظتوا واحد الملاحظه، ابو كريم وام كريم بقات عندهم 600 درهم وكيتسالهم شهر ديال الكيره، يعني الشهر الجاي خاصهم يعطوا 2000 درهم في الكيره، هذا الا ما خلاوه يتراكم ياك ما ف... وباقي ما تقداو الهري، لان هي مشات بقات كتهز داكشي عشوائي، لانكم الا رديتوا البال فاش بغا يجوا صديقاتها مشات جابت الكونفيتور وجابت الحلويات وجابت الدرع ديالها بارد. هنا ما غاديش نجو للدرع ديالها، غادي نجو للمصروف، ما عندهاش الهري، البوطه غدا تقادا، الزيت يقدر يتقادا غدا، ما عندها ما مخطه، ما كاين طحين يمكن اللي يديها شهر، ما كاين يعني بزاف ديال الاشياء. هنا ما عرفناش ام كريمه شنو جابت وشنو ما لنا، ما دايراش لوائح ما دايراش ليستا، ما عرفاش ما تسجل ما عرفاش شحال كيكفيها في الشهر. خرجت جاب ابو كريم الفلوس يلا هوب اركب السياره وسير تقدا، ومشات وبقات هز حط هز حط. قالت الكبده عرقتها من الكبده داك الجحوم داك الجحماش كيقول واحد هكا على اللحم، كلو الكبده وقاموا وصافي، لان هذاك النهار تخلص الراجل خاصهم ياكلوا في ريستوران او يشرو الاكل طايب. هذه هي الفكره ديالهم، او هذه هي كيفاش كيشوفوا الحياه ديالهم، على انهم يعني تخلصوا خاصهم يبرعوا انفسهم، ولكن ما حطوش حساب ديال الايامات الجايه، ما حطوش حساب ديال على انه عندهم دراري صغار، ما عندهم لا ظرف الكرا لا ظرف البوطه لا ظرف الهري لا ظرف الخضر لا ظرف اللحوم. اللحم جابوه هذاك النهار الا لاحظتوا، ربما هي شرات جوج دجاجات من السوق او شرات كيلو ديال دان ما عرفناش اش جابت ديك السله، ما عرفنا ديك 5500 درهم تقدر تمشي لك في الاسواق الكبرى في حتى شي حاجه، بانيو من هنا سله من هنا تقيشرات من هنا بابي جينيك من هنا
ياغورت من هنا شي تخربيق وها هي تحطي 1500 2000 درهم 3000 درهم في الاسواق الكبرى الا ما كنتيش كتخطي. هنا نعطيتكم هذا النموذج هذا باش تستفادوا وتشوفوا الفرق بين التخطيط. هنا هذا ابو كريم كيمشي للقهوه كيخلص على صحابه، كيشري سيجاريت كيكمو معاه صحابه كاملين، كيكمي البنزين اكيد هذاك البلان ما غادي يديه الشهر كامل، ولانهم هاد الناس اللي ما عندهمش ما مخطينش للحياه. ثاني حاجه فين هو ظرف العيد، فين هو ظرف رمضان، فين هو ظرف الصحه، فين هو ظرف الملابس، فين هو ظرف الطوارئ. هاد الناس ما عندهم ادخار، ما عندهم طوارئ، عندهم الديون، عايشين على العشوائيه، وكيسحب لهم على انهم راهم هاي كلاس. هذا راه ماشي هاي كلاس، هذا راه هاي ما بغيت نقول هذيك الكلمه هاي طوط. هنا هذه ام كريم، غادي نمشيو نشوفوا ام نجاة وابو نجاة بحالاش غادي كيسيروا حياتهم. غادي نمشيو عند ام نجاة غنسمو وحده نجاة، الراتب ديالها ها هو دابا. هذيك راهي عائلة كريم، ابو كريم وام كريم مشاو. غادي نمشيو دابا عند عائلة نجاة، ام النجاة وابو النجاة، غادي نسموهم ام النجاة وابو النجاة. الراتب ديال ابو النجاة وام النجاة. تخلصت، جبت الراتب ديالي، جبتي الراتب ديالك هي. ايوا اجي دابا غادي نحطو الحساب ديالنا. اهلا حبيبتي، شناهو حبيبي؟ ها هما الاظرفة ديالنا، انا مصاوبتهم ودايره لا ليست ديال شنو خاصني هاد الشهر، ودايره واحد لا ليست غادي نتقدى للستوك ديال الدار، دايره لا ليست ديال اللحوم ديال الدجاج ديال الدان ديال التقليه، ودايره لا ليست ديال الخضار ديال 15 يوم او 10 ايام، ودايره لا ليست ديال المقضيه ديال الهري والغاز والاظرفه ديالي ها هما موجودين. حبيبتي كنعتذر، كنت خلي الكاميرا كتسجل ووقفت وانا ما انتبهت لها، وليت كنحيد الكارتي موار ديتها البيسي نشوف فين وصلت باش نرجع نبدا. ام النجاة وابو النجاة فرقوا جاب الراتب للدار، ام النجاة ما خداماش جالسه في الدار بحالها بحال ام كريم. الفرق ما بينهم هو ام النجاة معدله الاظرفه ديالها مقادتهم، انا هنا ما عندي غير الطرف تحت، الاخرين كاينين في البيت الفوق. حطتهم قالت له، جا عندها راجلها قالت لي انا مقاده الاظرفه ديالي، جبتي الراتب؟ قال لها جبته. الحمد لله، اولا شكر الله سبحانه وتعالى على النعمه، الحمد لله اللهم لك الحمد. شكرت مولانا قالت يا ربي شدني راني حمدتك وشاكرتك على هذه النعمه، لان الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز لئن شكرتم لازيدنكم، واللي كفر عذاب شديد. الكفر الشكر هنا الاعتراف بالنعمه، بالنعيم، الاعتراف بالوحي، الاعتراف بكل شيء هو الشكر، فين كتشكر انك اعترفتي. والكفر هي كفرتي بالحاجه ما انك ما اعترفش بها، واحد كيزيد واحد عذاب اليم. واش غادي يتساوى واحد جاه الراتب وشكر مولانا وجاتو النعمه وشكر مولانا عنده الصحه وشكر مولانا صباح مع الصباح، شكر مولانا كيفتح الزيت كيقول الحمد لله بسم الله، واش غادي يتقادو؟ وحده غير تفتح الزيت تقول يا ربي احفظها نعمه من الزوال، اللهم لك الحمد والشكر، بسم الله بسم الله. وحده تفتح الزيت عقلها كاع ما هو معاه، الو فلانه شحالك ياك بخير، جاو ذوك الملاح كتسوي على الملاح في الطاريات في السوق، كتدخل من الزيت ما قالت بسم الله ما قالت شكرا، ما عرف ديك النعمه فين جات، ما عرفش شحال خوات ديال الزيت، ما هو لا يتساويان. الفرق اولا انت بينك مع الله، اعترف بالنعم اللي عطيك الله، شكرها. جاء ابو النجاة وام النجاة وقالت له، قال لها هالراتب حطو، قالت له انا مقاده الظرف ديال اللحوم، ومقاده الظرف ديال الهري، ومقاده الظرف ديال الغاز، ومقاده الظرف ديال الخضار والفواكه ديال 15 يوم او 10 ايام او كل اسبوع على حسب، ومقاده الظرف ديال الصحه، الظرف ديال الملابس، الظرف ديال العيد، الظرف ديال المصاريف ثابته، والظرف ديال الادخار، والظرف ديال الطوارئ. مقاده هادشي كامل، قال لها صافي، ومقاده لا ليست اللي غادي نمشي نتقدم، ماشي غير الظرف الهري. راه انا هي من نجاة عرفت شحال فواحد الدفتر سجلت امتى كتفتح الزيت، امتى كيسالي الزيت، قالت ايترو الزيت كيديني 15 يوم، جوج ايترو شهر مثلا،
صابون الماعن كيديني شهرين مثلا، علبة نيدو الكبيرة كديني 3 شهور مثلا. عرفت من جات شحال غتقدا؟ اش كدير؟ كتشد الظرف ديال نيدو، لانه علبة ديال نيدو كديها 3 شهور، كتقسم الثمن ديال نيدو وكتحط كل شهر واحد النسبة في هذاك الظرف، باش ملي توصل 3 شهور كتلقى فلوس ديال العلبة كتمشي تجيبها، كتجي عاوتاني كتفرقها. هكا كنديرو صابون الماعن، ما غاديش نجيو نفرقو كل شهر نحطو الثمن، الا الا كنا الراتب ديالنا قليل 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 جدا هي. ولكن ملي يكون الراتب ديالنا شويه صافا شويه مزيان، كنشدو وكنحطو الاشياء الصغيره الثمن ديالها مره واحده كل شهر. والحاجات الاخرى كان تشيكو ريح، عندي قطيطي مشاغب جا هنايا ورا هاد العبه هادي، هادي راهي محطوطه انا فوق الطبله ماشي للتصوير، ولكن هادي صديقتي رسلت بغات هذا تقدا عند الكنتاوي، ما كاينش عندهم في المدينه ديالهم، وتقديت لها وغادي نرسل لها حتى ديال الكنتاوي، كيعجبهم كنشدو لها دائما كنصيفطو لها، راه ماشي زعما كاين حاطو الديكور محطوط اصلا على الطبله، فاش لقيت محطوط حطيت هنا بورطابلاتي وراه. ما عليناش نرجعو دابا، راني كندخل لكم هكا مع القطيط مع البورطابل مع حتى الكنتاوي، ما عليناش. كانت مقاده ام النجاة وابو النجاة الامور ديالهم مقاده، جا قال لها ها هو الراتب يا ام النجاة، شدي الراتب يا ام النجاة. قالت ام النجاة بسم الله اللهم دومها نعمه، والله يحفظك لنا، والله يخلي لنا صحيحتنا ويخلي لك صحيحتك ويجعلك ان شاء الله دائما عتاج على روسنا، وحنا ملي يجعلنا لك ان شاء الله دائما منورين، والله ما اجعلنا نورا من نورك من نور الله على وجوهنا، واجعل سلطان الله امامنا يا رب العالمين. حط لها الراتب ديالها. اش غدير ام النجاة؟ اول حاجه غتحيد هي وابو النجاة جالس، اول حاجه كتشد من هذاك الراتب الفلوس ديال المصاريف الثابته، الكرا مدرسه ديال البنت، الضو والماء. الضو والماء عندها 200 درهم ما بين الضو والماء والهري، ما بين الضو والماء ولا الانترنت غادي نقولوا 200 درهم. كنحطو هنايا كنقدر، شتوني حتى مع ابو كريم وام كريم قدر عندهم الكرا هنايا نقولوا 1000 درهم، الكرا ديال الدار نقولوا 1000 درهم، المدرسه ديال البنت 500 درهم. هادو هما الفواتير الثابته، هادو هما الظرف الثابت، شتو ها هو غادي نقرب هنا باش يبان لكم. عندها هنا الهري دايره له 400 درهم، الاكل داكشي ديال النظافه كلشي 400 درهم دايره، لان ام كريم ما كتضيعش الخبز، ام كريم ما كترميش النعمه، ام كريم ما كتفتحش بها، ام لان ام نجاة ما كتفتحش بالصامه وتمشي تخوي في القمام، ام كريم كطيب قياس وبالعبار ومضبوط وما كتخرج للسوق هكاك. ام النجاة عفوا، ام النجاة انجو هنايا عندها الظرف ديال الخضار والفواكه، ها هو ديال الشركان، انجو هنايا عندها الظرف ديال العيد وديال رمضان، ما عنديش الصرف بلاتي نصرف منها، الظرف ديال العيد وديال رمضان، ها العيد ها رمضان عندها هنا بلاتي نصرف. الظرف ديال الصحة، الظرف ديال الملابس، والظرف ديال السفر، ها هما الأظرفة ديال العام حيدناهم علينا، ها هما ديال العام، هادو ديال العام، ها هما. عندها هنايا الغاز، الغاز كنصرفو الغاز 70-80 درهم ديال جوج بوطات الغاز، وحده ديال الدوش وحده ديال الفران علاش كطيب. عندها البيض والعطريه والربيع 70-80 درهم، ها هي ياك الخضار اللحوم الغاز البيض. عندها 100 درهم ديال الطواري كنصرفو، ها 100 درهم ديال الظرف ديال الطواري، ها هي ياك
الملابس حيدناه، حيدنا ديال السنه، حيدنا المصاريف الكرا والمدرسه والضو والماء والانترنت، حيدنا الهري، حيدنا الخضر، بقى لينا اللحوم 300 درهم ما بين اللحوم والدجاج والعدان والتقليه، 50 درهم غادي نصرف، نديرو 100 درهم ديال الحوت، ها هي بقى لي في الخاصه 200 درهم ما بين هي وزوجها حمامهم والحلاق. ابو النجات ما كيدخن، وابو النجات يمشي للقهوه مره مره لانه حاط بحساب الزمن، عنده قرايه وليدات وهاد البنيه وهاد الوليد، كل ما طلعوا للقرايه ديالهم كتغلى، الولد راه باقي صغير ولكن مابقاش كيدير لي كلشي. هنايا درنا اش بقات ليهم، هنايا بقات ليهم 1000، هادي على فكره راه 5000 درهم، بقات لهم 1100 درهم غيدوها للبنك يدخروها. علاش؟ لان ام النجات، شنو الفرق ما بين ام كريم وام النجات؟ تقسيم والكتاب، تقسيم والكتاب. الكتابة شنو هي؟ كتعدل لي لائحة للهري، لائحة للحوم، لائحة للأكل. علاش كديري لائحة للأكل؟ أولا فاش كديري لائحة للأكل كتدخلي المطبخ كتقراي اللائحة ديالك، اليوم عندي كذا، كتمشي وكطيبي قبل ما طي ما ما ما, ما مشيتي طيبيه. أصلا فاش درتي اللائحة مشيتي تقديتي الحساب ديال هذيك اللائحة، الاثنين شنو غطيب، ثلاثة شنو غطيب، الربعة الأربعة الخميس الجمعة السبت الحد، حتى الاثنين جي أو 10 أيام شنو غنطيب؟ كنجيب الماكلة ديال الفواكه، كنجيب صنف أو صنفين، ما كنعرمش عليا الفواكه، ونبدل نبدل الأسبوع الجاي نبدل الفواكه. هنايا فاش درت، دارت أم النجات اللائحة ديالها، وأبو النجات جلس معاها حتى فرقت، وشدوا المصاريف ديال المصروف ديال الشخصي ديالهم. هنايا فاش تنوض اولا ام النجات مرتاحه، غادي نعسو بخير، غادي يضحكوا، عندهم الوقت، غادي ينشطوا، غادي هذا، حتى نقولوا كاع هذوك الفلوس ديال الادخار الا هزوا منهم واحد شويه ومشاو مثلا شراو المكسرات، دارت واحد شويه الستوك مثلا هاد الشهر هزت 100 درهم مشات دارتها في الستوك، مشات دارت واحد شويه جاب شويه المكسرات هكا وكيكه من هنا وشويه من هنا، راح عايله بخير. راح الفرق وهو هنا عند التقسيم وعند العشوائيه. العشوائيه راه تضيع الشهريه ديالك في نهارين، نهار نهارين ثلاثه، والتقسيم والاراده ديال الكتابه تكتبي وتمشي رجليك على قد لحافك، رانك غادي تجمعي وغادي ديري وغادي ترتاحي، وحتى كتكونوا مرتاحين. ام النجات كتجيب ايترو الحليب كتصاوب ياغورت في الدار، ام كريم كتمشي كتشري طون ديال دا يهزوا الوليدات، ما حتى الوليدات كيكونوا يلاه واكلين غير بغاو يهزوا كيهزوا كيحطوا تما ما كملوش. ام النجات ما كتخليش ياكل الياغورت ديالو حتى تعرف واش كمل الغدا ديالو، واش نيت باغي الياغورت ديالو، الا ما بغات تقولي حتى الكوتين عطيه لك، كتعطي له بالوقت. ام النجات العطريه ملي كتجيبها كتكردها وكديرها في الثلاجه باش ما تخسر، تهز غير القياس تحطو في القرعه. ام كريم العطريه تجيبها ما كتحيدها كاع من الميكا، كتهزها من الميكا وتسوس. ام النجات الزيت كتفرقو على الاسبوع او الشهر وكتكب بالملعقه، ام كريم كالبيدو ديال 5 لتر وكتخوي. ام كريم عرفتها جارتها بالله ما نيبالا كتصيفط لها الكاس تقول لها عمري لي بالزيت. ام النجات ما تقدر تصيفطها جارتها تبروفيتي فيها، ما تقدرش تضحك عليها تقول لها عطيني الزيت ولا عطيني هذا. ام النجات ما كتعجن الخبز غير داكشي اللي غتاكل او غادي ديرو في المجمل، ما كتضيعوش، ما كتعجنوش البهايم. في وقت ما عجنت خاص نعجن لولادي ونعجن للمعز، نعجن لولادي ونعجن لمول الكروسه، نعجن لولادي ونعجن. علاش؟ هذا هو الفرق، هذا هو الدرس ديال اليوم. نتمنى تكونوا استوعبتوه، نتمنى البنات اللي باقي ما عرفوا يقسموا يستوعبوا هذا الدرس، البنات اللي عرفوا علاش كنسجلوا، اللي كيسولوني علاش غادي نسجل، وحده كتبت لي اليوم مسحت هذاك الكومونتير، ايوا هاك حتى القزبر نسجلوا انا، ما عنديش، مسحت كاع الكومونتير باش كاع البنات ما يتعذبوا يضيعوا الوقت يردوا عليها، مسحت هذاك الكومونتير. حبيباتي الغاليات، نتمنى
فراني غادي نمشي معكم في هذا الدروس. نتمنى تستافدوا، ونتمنى البنات اللي ما فهموش شنو هو الفرق ما بين التسجيل وما بين نفرقوا الميزانيه وما بين نمدوا رجلينا قد الحافنه يفهموا في هذا الفيديو الجاي. غادي نعطيكم شنو هو البورسنتاج، شحال غادي نديرو في ديال الكرا، وشحال خاصنا نصرفوا من الراتب ديالنا لكل اسره، كل واحد داخل ديالو شحال غيصرف. الفيديو الجاي انتظروه ان شاء الله بفارغ الصبر. ما تنساونيش من اللايكات، وصلوا هذا الفيديو هذا ل 10000 لايك، الله يعطيكم الستر. ما عمرني طلبتها لكم، وصلوها والله يبارك لي ولكم في الاموال ديالنا، الصحه ديالنا، البصر ديالنا، يتقبل منا جميع الصدقات والدعاء ديالنا، والله يبعد علينا وعليكم الاشرار في الدنيا وفي الاخره، والله ان شاء الله يتقبل منا كل حاجه زوينه. ولا تنساو الابتسامه تكون خارجه من الداخل، الا ما كانت خارجه من الداخل ما كتوصل حتى الابتسامه، حتى الابتسامه. وبعدوا على المنافقين، بعدوا على الانسان المنافق، بعدي ما تضيعي وقتك مع الانسان المنافق، ما تضيعي. شميعتي راهي شاعله كما كتشوفوا، غير ما كتبان لكم مع الضوء شاعل. والنبيكم راهي نحبكم كاملين.